وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد تحية، بالتأكيد هذه الجولة الأفريقية المهمة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل عدد من الدول، أنغولا وزامبيا وموزمبيق، لها أهمية كبيرة، بداية من أنه هذه هي المرة الأولى لرئيس مصري يزور أنغولا، وأيضا نظرا للدور الهام الخاص بمصر في القارة الأفريقية، قراءتك لأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟ أهلا بحضرتك. أنا أقدر أقول مصر الآن بتضع خط استراتيجي جديد في علاقاتها الأفريقية. هي بتكون طبعا مركز تماما وقائم على فكرة المشاركة في التنمية. مصر أسلوبها الآن بعيد تماما عن فكرة الاستغلال أو فكرة الاهتمام بمصلحتها فقط، ولكن هي مصالح مشتركة ما بين مصر والدول الأفريقية عن طريق دعم التنمية في هذه الدول ونقل خبرة مصر الفائقة في مجالات إقامة البنية التحتية وغيرها من موضوعات الطاقة وغيرها من الموضوعات اللي تهم التنمية في أي دولة. وبالتالي أنا بشوف إنه هذا الأسلوب ده يعتبر يعني مبدأ استراتيجي جديد بتتبناه الدولة المصرية في علاقتها الثنائية مع كل دولة أفريقية على حدة، وبتتعامل مع كل دولة بما يناسب إمكانياتها ويناسب قدراتها وبما يناسب احتياجاتها. وده في حد ذاته أعتقد إن هو يعني خط استراتيجي مهم جدا في العلاقة الثنائية مع الدول الأفريقية اللي هي في حد ذاتها أمر هام جدا في المرحلة الحالية. نعم، كما تابعنا أيضا سيادة السفير منذ قليل أنه تم توقيع مذكرات التفاهم المشتركة وأيضا الاتفاقيات المشتركة التي تعكس مدى عمق التعاون الثنائي في الكثير من المجالات مثل مجالات الطاقة والتشييد وغيرها من مجالات التعاون المشترك. قراءتك لأوجه التعاون المشتركة بداية بين مصر وأنغولا وبعد ذلك أيضا بين مصر وزامبيا وموزمبيق، وهي الدول التي ستشمل هذه الجولة الإفريقية المهمة؟ طبعا الجولة دي تعتبر جولة هامة لأنه فيها يعني اهتمام كبير بدول الجنوب الأفريقي، وهي طبعا لها دور كبير في الاتحاد الأفريقي كمؤسسة جماعية، ولكن في نفس الوقت أنا أشوف أن مصر بتهتم بالعلاقة الثنائية مع كل من هذه الدول، وده أراه أن هو أمر هام جدا في المرحلة الحالية. احنا بنحشد يعني اهتمام افريقي كبير بالقضايا المصريه عن طريق دعم التعاون في مجالات مختلفه. نعم، ايضا من المقرر انه السيد الرئيس خلال زيارته الى زامبيا سوف يشارك في اعمال القمه 22 للسوق المشتركه للشرق والجنوب الافريقي الكوميسا، والتي ستشهد تسليم الرئاسه الدوريه للتجمع من مصر الى زامبيا. قراءتك لحضور السيد الرئيس في هذا الحدث المهم والحدث الابرز ايضا تسليم الرئاسه الدوريه للتجمع من مصر الى زامبيا؟ حضرتك احنا يجب ان احنا نتذكر دائما ان مصر كانت من الدول الرائده في اقامه هذا التجمع، يمكن نقدر ندعي ان ده كانت مبادره مصريه منذ بدايه هذا التجمع، وهذا التجمع اثبت وجوده فعلا، وفي نفس الوقت اعطى مثال جيد لتجمعات اخرى اقليميه سواء كانت في الجنوب الافريقي او في غرب افريقيا. وحتى مصر كمان تتبنى الان هي فكره المنطقه التجاره الحره الافريقيه اللي هي بتجمع كل هذه المناطق والمؤسسات الاقتصاديه اللي موجوده في الاقاليم المختلفه في القاره الافريقيه. وبالتالي دور مصر في موضوع او في تجمع الكوميسا ده موضوع رائد، ونقدر نقول عليه يعني ان هو ده بدايه كانت من جانبنا، وتسليم الرئاسه الان لدوله مهمه جدا زامبيا، اعتقد ان ده امر مهم في الفتره الحاليه. نعم، ويعكس مدى التعاون بين مصر والدول الافريقيه خاصه دول الاعضاء في الكوميسا. نعم سيادة السفير، يعني قبل ما أختتم هذا الاتصال الهاتفي مع حضرتك، هناك تنوع في السياسة الخارجية المصرية تتميز بها بشكل كبير للغاية، تنوع وتوازن مع مختلف دول العالم وبالتأكيد طبعا بدول القارة الإفريقية. قراءتك لهذا التنوع والتوازن الذي تتسم به السياسة الخارجية المصرية؟ أنا أتفق مع حضرتك تماما. حضرتك احنا كان عندنا منذ أيام بسيطة رئيس موريتانيا، الآن فخامة الرئيس في جولة في الدول الأفريقية. من قبل كان عندنا عدة زيارات سواء كانت
يعني زيارات من دول وسط اسيا او غيرها من الدول، وبالتالي انا بشوف انه هذا التنوع امر هام جدا في المرحله الحاليه في العالم اللي احنا بنعيش فيه حاليا، وهو عالم مضطرب، وبالتالي التوازن في العلاقات ده امر هام جدا، وبتقوم به السياسه الخارجيه المصريه بدقه وباتقان في المرحله الحاليه. نعم، اشكرك جزيل الشكر السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا على هذه المداخله.